مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل مصبحين ومساسين بكل خير. حبايبي اليوم رح نعمل طريقة رائعة جدا، زيت الالوفيرا يحفز بصيلات الشعر في فروة الرأس ويمنع تساقط الشعر، وبنفس الوقت يحسن الدورة الدموية بالرأس ويساعد في إنتاج بصيلات الشعر ونموها من جديد، ويمنع انسداد البصيلات الشعر وتساقط الشعر ويساعد تهدئة الفروة الرأس. زيت الألوفيرا يعالج جميع مشاكل البشرة والشعر، وبنفس الوقت هو يستعمل للشعر وللبشرة وللجسم. للشعر رائع جدا كعمل كرياتين للشعر، كتير حلو رائع جدا لو استعملتي جل الالوفيرا اللي نبات نفسه. لو استعملتيه طلعتي الجل تبعت الالوفيرا وخلطتيه بالخلط سويتيه مثل الكريمي واستعملتيه، ممكن نضيف له كبسولة او كبسولتين من فيتامين اي او زيت جوز الهند ونبلش ندلك فيه فروة الرأس، وضروري جدا تدليك فروة الرأس، وبعدين نستعمل على الشعر بالكامل. يا ريت قبل ما نستعمل على الشعر بيكون الشعر مبلل قليلا، يعني رطب قليل. دائما الجل الالوفيرا لو ردتي تستعمليه وتاخذين اروع النتائج لازم بيكون على بشرة عفوا على جلد تبعت الرأس نظيف والشعر كمان نظيف، يعني بيكون الشعر خالي من كل الدهون وخالي من الأوساخ. بيكون نقول اليوم تحممتي بكرة لازم تحطيه عشان يستفاد من عنده شعرك. رائع جدا للشعر، يدلك فيه فروة الرأس والشعر بنفس الوقت. بعد ما دلكنا فيه فروة الرأس بنلفه على شكل كعكة ونحط الكيس تبعت الحمام تبعت الشعر بنلف فيه ونسيبه على شعرنا ساعة ساعتين ثلاث، ما في أي مشكلة، وبعديها نغسل شعرنا زي ما احنا متعودين. طبعا الجل الألوفيرا رائع جدا كمان حتى لو استعملناه مع الشامبو، رائع جدا لو يستعمل مع الشامبو. يساعد الجل الالوفيرا كمان لنمو الشعر السريع، يعني ممكن نستعملها هي نفسها النبات الالوفيرا. اورجيكم كيف، يعني لو اخذنا، طبعا انا غسلته قبل ما ابدي الفيديو ان شاء الله يكون واضح عشان التصوير يكون لو اخذناها هيك وفتحناها هيك من النص، وهذا هو الجل زي ما انتم شايفين، ونبلش ندلك فيه فروة الرأس. شوفوا هو كيف، هاي ما بعرف باين ولا لا، انتو تبدون تفتحوا الشعر فرق فرق وتدلكين اللحم تبعت الرأس هيك، وبهذه الطريقة هم تقدرين هيك تدلكين فروة الرأس بالكامل. دلكي فيه فروة الرأس بالكامل، رائع جدا. اذا دلكتي فيه فروة الرأس ممكن يوميا تدلكين فيه فروة الرأس بدون ما تغسليه. الحلو بالجل الالوفيرا حبايبي ما بيسوي شو نقول يوسخ الشعر، لا بالعكس بينقيه وبينظفه وبيزيل القشرة من الرأس. رائع جدا، ممكن تخليه واذا حابة استشورين شعرك شي ما في اي مشكلة من عنده. إذا خليناه قلنا على فروة الرأس ما في أي مشكلة بالنسبة إذا وضعناه على فروة الرأس. كمان الزيت تبعته رائع جدا للبشرة، كمان دخلناه بكثير من الكريمات ودخلناه كثير ويا الزيوت اللي استعملناها للشعر. يعالج الشعر ويكثفه ويطوله ويمنع التساقط، وبنفس الوقت يمنع الصلع ويجعل الشعر يعني النمو تبعته سريع وما بيتوقف ابدا، خاصة الخوات اللي يستعملوه يعني منتظر راح يكون النتيجة رائعة وبدون توقف بتطويل الشعر، وهو سر من اسرار نمو الشعر الطويل اذا استعملنا الجل الالوفيرا والزيت الالوفيرا بنفس الوقت. الزيت رائع جدا لو استعملناه بالاسبوع
اقل اشي نستعمله 3 مرات. يستعمل الزيت الالوفيرا ممكن للاطفال وللرجال، للرجال رائع جدا جدا كمان، يمنع الصلع، واذا كان الصلع مو الوراثي كمان بيعزز النمو، يفتح المسامات تبعت الشعر ويجعل الشعر يطلب من اول وجديد. بيعالج القشرة قلنا زي ما حكيت لكم حبايبي. طريقة اليوم اللي راح اسويها كتير حلوة وسهلة وبسيطة، وانا صراحة الكل تعرف عني هسه انا عايشة في المانيا ومحتاجة صراحة الزيت الالوفيرا، وانا دائما احب الزيت الالوفيرا اللي بنعمله بايدنا، واليوم الطريقة اللي راح نعملها كتير حلوة. يمكن راح هيك بتسألوا ليه أم يوسف هيك حاطتها. عادة الألوفيرا من تجين تقصيها يعني من الزرعة، بس إذا تحطيها هيك على الصحن جربوا حطوها، راح تلقون بنهايتها مادة صفرة، هاي المادة الصفرة لازم تنزل من الألوفيرا. فأنا سويتها وبعدين غسلتها وحطيتها هيك بالمي، بعديها حبايبي راح نقطعها هيك. وأنا سبق وسويت هذه الطريقة تبعت الجل هيك، يعني بدون ما نخلق نبعد القشر، ان شاء الله يكون واضح، بدون ما نبعد القشر هيك راح نقطع كلها هيك قطع صغيرة. طلعوا هي الالوفيرا اللي عندي كلش صغيرة، اللي بألمانيا مو زي اللي عندي بعمان زي ما انتم شايفين. بدون هذا هسه اوريكم اياها، بس احاول هذه خرطانة ما حابة احطها. هذا هو الجل، طلعوا بيكون شف، هذا هو الجل، طلعوا هذا هو اللي بداخله، هذا هو الجل بيكون شفاف. وانا عشان هيك حابة هذا هو ارجع اورجيكم اياه، هذه هو الالوفيرا بيكون كثير شفاف. راح نسويها اليوم الطريقة كثير حلوة، يا ريت الخوات اللي ما عندهم زيت الالوفيرا يعملون هاي الطريقة كثير حلوة وسهلة، واللي عندها خاصة القطعة الصغيرة من الألوفيرا هيك الطريقة كتير حلوة، وبنفس الوقت راح تعطيكي زيت رائع جدا جدا. طبعا ممكن تعمليه بالزيت الزيتون. طيب انا اليوم حابة اعمله بالزيت الجوز الهند، زي ما انتم شايفين زيت الجوز الهند جامد، فاكيد من راح اسويه من هو سخن راح يكون سائل، بس راح اتركه الجو بارد راح يرجع يجمد معي. فانا راح اسويه حابه بجوز الهند، لان زيت جوز الهند مع الالوفيرا مع شغله تانية راح احطها للشعر راح يعزز النمو ويجعل النمو سريع، وممكن نستعملها هذا الزيت للبشره كمان، بيزيل التجاعيد رائع جدا ويشد الجلد، ممكن نستعمله للجسم ونستعمله للشعر رائع رائع جدا. زي ما انتم شايفين راح احط الالوفيرا كلها باشي انتم، انا حطيتها بدلة تبعت القهوة، انتم كل واحد يحطها زي ما هو حاب. وراح نضيف معاه ملعقتين، قديش ضفنا الالوفيرا خلينا لنا قطعي كلش صغيره، خلينا نقول قطعتين هيك كبار، حتى لو زادت او قلت ما راح يخرب، بس ما بدنا شوي نقول اقل، هيك قطعتين هيك كبار. زين راح نضيف معاه ملعقتين اكل من زيت جوز الهند، من زيت جوز الهند ملعقتين اكل، وحتى لو ضفتي 3 ما راح يخرب، ولو سويتيه راح يطول عندك هذا 6 شهور او اكثر، ما عليه اي مشكلة. هذا طبعا انا قلت لكم ملعقتين اكل، وانا اللي عندي راح يطلع اكثر، مو مشكلة حبايبي، راح اسويه كله انا لاني انا كمان محتاجته زي ما انتم شايفين. راح نضيفه كله مع بعض، زي ما انتم شايفين حبايبي، وهسه راح نخليه على النار. وزي ما انتم شايفين حبايبي انا حاطته على نار هادئه، كيف من نهدر الرز هيك سايبته، سيبه على النار هادئه عفوا، وكل من ما شفتيه بلش كتير يسخن حاولي مرتين او 3 بلش كتير يغلي رد طلعيه هيك شويه برا خليه يهدى. طيب وارجعي رجعيه مرة ثانية، لا تخافون
في اخت قالت لي من يحمى بعدين يخرب، وبعدين لا تخافوا لا يخرب ولا اي اشي. زيت جوز الهند كمان للطهي وللطبخ، ويستعمل بالاكل كمان ما في اي مشكلة. وراح نخليه هيك حبايبي تقريبا نصف ساعة بس، انا كل تقريبا 10 دقائق قاعدة اشيله اختلعه هيك برا، بخليه شوية يبرد وارجع مرة ثانية عشان زي ما انتم شايفين هيك يغلي. وهنا حبايبي خلصنا اخر مرحلة، شايفين بيكون لونه هيك. طيب دبك تمسكيها هيك تلقيها دبت كل الجلد تبعتها اللي بداخلها هيك، معناتها خلاص انتهى. هو طريقة عمل الزيت الالوفيرا، بس احنا راح نضيف له شغلة ثانية راح اصفيه واورجيكم اياه. هاي الطريقة اللي نصفي فيها. وهذا هو الزيت اللي استخرجناه من الالوفيرا زي ما انتم شايفين كيف صار لونه. حبايبي هون طبعا هو حطينا احنا جوز الهند، بس راح يجمد يبرد راح يجمد معاكي ما في اي مشكلة. تاخذين قليل منه وتفركين فروة الرأس تبعتك وتشعر بالكامل. رائع جدا هاي الطريقة وسهلة وبسيطة. راح نضيف لها فيتامين اي 3-4 كبسولات زي ما انت حابة من فيتامين اي. وهاي الطريقة ممكن تستعمل انا 3 كبسولات لان اللي عندي كبيرة. راح نضيف من فيتامين اي طبعا بعد ما يبرد شوية يصير دافي. راح نضيف الفيتامين اي هاي اول كبسولة، راح نضيف الثانية وهذه ثاني كبسولة من فيتامين اي، وراح نضيف ثالث كبسولة من ممكن تحطين 4 ما في اي مشكلة. وهذه رابع كبسولة انا اللي عندي لان كبسولات كبيرة، عشان هيك هذه 3 كبسولات من فيتامين اي. راح نحركه كويس، ممكن يستعمل للبشرة كمان، كتير حلو هذا الزيت رائع جدا جدا جدا. طريقته سهلة وبسيطة، ورح ناخذ هيك قليل من عنده كتير وندلك فيه فروة الرأس بالكامل، وبعديها كل الشعر بالكامل، وبعديها نلف شعرنا مثل الكعكة ونلبس القبعة البلاستيك كمان ونسيبها على شعرنا مو أقل من ساعة ونغسل شعره. ممكن نخليه بالليل وننام والصبح نغسله من شعرنا، ممكن نستعمله بالسبوع مرة أو مرتين أو 3 ما في أي مشكلة. ممكن كل من ما بتتحممين تستعملي. هذه هي طريقتي اللي استعملها الزيت جوز الهند، طريقة رائعة جدا لتطويل وتكثيف الشعر. أتمنى أنه ينال رضا الجميع، وأتمنى من عندكم أنكم تعملونا لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم من عندنا كل جديد. ومع السلامة.